تتواصل العروض الفنية لجائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية والمعاقين، وسط حضور إعلامي وجماهيري كبير وبحضور محكمين وخبراء مختصين يقفون على كل عرض مسرحي من أجل تقييم الأعمال الفنية واكتشاف المواهب الشبابية البحرينية من مختلف الفئات المشاركة. صالح يوسف والتفاصيل. داخل هذه الجدران التي ترى وتسمع ما يدور في أروقتها من حكايا تجسد فناً بحرينياً يافعاً، شبان أتقنوا غرس البسمات على محيا من يزورهم مستقين هذه السمة من صاحب المبادرات المشعة بالثقافة والإنسانية سمو الشيخ خالد بن حمد. وفي جائزته المسرحية تتواصل العروض الفنية التي امتزج فيها الجمال بالطموح المغلف بالرقي والمهارة. أحس روحي كأني في عرس مسرحي شبابي. أنا حضرت يعني أكثر من نسخة من هذا المهرجان. أنا أحس أن هذا المهرجان هو الأنضج بالنسبة للشباب. أتمنى أنهم يستعانون فيهم، لأن الأمانة في مواهب رائعة. يعني هالمهرجان اكتشافهم، لأن حرام أن هالمواهب تموت يعني. فيعطيهم العافية إدارة المهرجان على إتاحة الفرصة لهذا الشباب الواعي يعني الموهوب والطموح. المهرجان صراحة فاجأني بالطاقات الإبداعية الشبابية، وهذه فرصة لهم على أساس أن يطلعون على الملأ، على الجمهور. يعني ما يركزون بس فقط في الأندية. يعني الحين يوم طلعوا في المهرجان كل الفنانين كل المخرجين قاعدين يشوفونهم، وقاعدت يبذل صراحة يعني مجهود من قبلهم. وإحنا كلجنة تحكيم يعني عندنا صعبة الاختيار، لأنهم ما شاء الله يعني مميزين من ناحية النصوص، من ناحية الإخراج، من ناحية التمثيل، من ناحية الأمور الفنية والملابس والديكور. يعني إبداع إبداع ما شاء الله. اكتشافات لا تنضب وسط هذا المسلسل من العروض التي تتوالى في كل يوم. ففي كل مسرحية ينتقى فائز ليقلد بوسام أفضل ممثل، فيكون ذلك الوقود الذي يدفعه للازدهار في حياته الفنية المستقبلية. أشكر جائزة الشيخ خالد وعلى كل القائمين على المهرجان. الحمد لله يعني ما شفنا كل الخير، وصراحة يعني الجائزة ذي يعني حمستني زيادة إني أواصل مشوار، وإن شاء الله يعني إن شاء الله من الأحسن للأحسن إن شاء الله. ولا تغيب أنظار النقاد والأكاديميين الفنيين عن متابعة ما وصل إليه المسرح في البحرين. ففي كل عرض لهذه الجائزة يقف أولئك الخبراء على إيجابيات وسلبيات ما يقدمه الفنانون الشباب من أجل تعزيزها فيهم أو لإزالة تلك الشوائب عنهم. المبدع الشاب يحتاج إلى هذا الصدى الذي يأتي من جهات مختلفة وبمقاربات متعددة، لأنه حينما يشتغل داخل قوقعة إبداعية أحيانا تكون مغلقة. هذا التعقيب هي فرصة له للاستماع لصوت آخر، والصوت الآخر دائما يأتي منسجما ومكملا لإبداعه. أيام تفصلنا عن الختام. أكثر من 750 فنانا وفنانة يرمقون الآفاق منتظرين بارقة أمل تحملهم إلى روضة أحلامهم. تحت قبة الفن والإبداع شباب يسطرون مواهبهم ويصقلون مهاراتهم فوق خشبات هذا المسرح الذي يعتبر النافذة التي تطل على عالم النجومية والشهرة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.